تعمل حكومة مملكة البحرين على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين من حيث التوعية بل من حيث النوعية والوفرة، وقد خصصت الحكومة الموقرة ميزانية ضخمة لقطاع الصحة إلى جانب توفير ميزانيات خاصة أمرت بها لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية. تعمل وزارة الصحة على تحقيق الدور المنوط بها من أجل تمكين جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين للحصول على رعاية صحية سهلة الوصول ذات نوعية عالية في إطار رؤية البحرين 2030، بما يصب في تحسين الرعاية الصحية من حيث النوعية والوفرة، إذ تشكل الرعاية الصحية محدداً أساسياً لنوعية حياة الفرد. وتتبنى البحرين استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى التركيز على تطوير الخدمات الصحية بشكل عام وتوفير احتياجات المواطن البحريني العلاجية. وقد حرصت الحكومة على تأمين الدعم المادي اللازم للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية في كافة مرافق الوزارة، فقد بلغ حجم الميزانية العامة التي خصصتها حكومة مملكة البحرين لوزارة الصحة في العام 2017 242 مليون دينار بحريني، وكان معدل الاستهلاك والإنفاق العام للميزانية في حدود الميزانية المحددة دون وجود أي عجز فيها. أما الميزانية الإضافية والمصروفات الخاصة فكانت مخصصة لميزانية الأدوية، حيث أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بزيادتها ودعمها بمقدار 15 مليون دينار بحريني في العام 2017، ما رفع ميزانية الأدوية إلى 49 مليون دينار. كما تم دعم ميزانية العلاج في الخارج بمبلغ 8 ملايين دينار تقريبا، لترتفع بذلك ميزانية العلاج بالخارج إلى 12 مليون ونصف المليون دينار بحريني، هذا بالإضافة إلى أدوات العملية الجراحية حيث بلغت ميزانيتها 7 ملايين دينار، ثم ميزانية مواد المختبرات التي بلغت 4 ملايين مليون دينار. هذا وأكد الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة في اتصال هاتفي في نشرة سابقة وصول البحرين إلى مستويات متقدمة في مجال الخدمات والرعاية الصحية بفضل الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا المجال. اليوم احنا وصلنا لأعلى مستويات تقديم الخدمة سواء في الرعاية الثانوية أو الأولية، وجدنا الإشادة عالميا بالنسبة حق مؤشرات البحرين، وهذا الأثر اللي وجدناه فعلا في تقديم هذه الخدمات. لما تتكلم عن ميزانية تقدر بحوالي 242 مليون دينار في عام 2017، هذه الميزانية تضاعفت بالضبط للضعف من 2007 إلى 2017، وهذه تعلم أن الحكومة يعني واضع لها خطة بأن هناك الزيادة في الطلب، زيادة سعر التكلفة العلاجية، وزيادة كذلك الخدمات والسكان وطلبهم، فهي تتماشى مع هذه الحاجة إلى أن رفعت لها هذه الموازنة. نعم. لما نتكلم كذلك عن هذا الموازنة ونفصل فيها شوية، نجد أن نصيب الفرد البحريني ما يقارب 300 دينار من هذه الموازنة سنويا. نعم. لكل فرد بحريني، وإذا احنا قدرناها بالمنظومة الصحية في البحرين، فهناك خدمات الملكية وهناك الخدمات في مستشفى الملك حمد، تضاعف الرقم لين يوصل حوالي تقريبا 500 دينار لكل فرد، وهي من أعلى عامة المصروفات اللي تقدر في المنطقة. يتمتع المواطن البحريني باهتمام بالغ من الحكومة الموقرة في القطاع الصحي من خلال نصيب الفرد من الرعاية الصحية والعلاج.